بالتسمية العلمية أو scientific nomenclature عندنا البكتيريا والسبيشيز. هنا أنا اختصر لكم قاعد يحكون على البكتيريا كون إنه يعني حتى لأن هو بترى الوضع شامل على كل الميكرو أورجانيزم. فالبكتيريا والسبيشيز population of cells with similar characteristics. شنو هو السبيشيز؟ هي مجموعة من الخلايا إذا نشوفها similar characteristics أثر عليها إنه هي عندها فد خصائص متشابهة. مجموعة الخلايا عندها خصائص متشابهة. لازم أفرق بين السترين subgroup of bacterial species. يعني السترين السلالة هي subgroup, هي تحت السبيشيز. يعني species تجي نوبة سترين that has distinguished characteristic, عندها هاي شنو خصائص مميزة. السبيشيز متشابهين بالخصائص مجموعة الخلايا. من هاي السبيشيز طلعت مجموعة عندها فت خصائص ميزتها عنها, يعني صفات عامة كلهم مشتركين بيها لكن فد جروب صغير من عندها طلع شنو بيبي فد خاصية معينة حطيتها على صفحة. هو بنفس السبيشيز لكن شنو من هاي الخاصية اللي اجت للإضافية انه خلتها سترين فد سلالة من هذا السبيشيز انه تحت السبيشيز. identify by numbers. فشنو شلون اعرفها انه اكتب مثلا هي السبيشيز اشريشيا كولاي لكن طلعت هاي فد مجموعة من الخلايا من الاشريشيا كولاي طلع بيها فد صفة معينة كأنه قاومت انتيبايوتك معين سو وتلها فد شغله معينه اختلفت شنو لكن تشترك بصفاتها الرئيسيه ويا من ويا السبيشيز مالتها. فشلون اعرفها؟ ابقى اكتبها اشريشيا كولاي لكن اضيف لها letters numbers names that followed scientific name. الاسم العلمي اشريشيا كولاي ضفت لها احرف ارقام او فرد اسم معين بحيث انه اميزها. فهاي الاشريشيا كولاي على سبيل المثال 0157H7 هذه سترين that causes bloody diarrhea. يعني هاي فد نوعية من الاشريشيا كولاي سووا لقوها انه تسبب اسهال بدم. زين برجيز مانيولز provide a reference for identifying and classifying bacteria. First edition published in 1923. فهنا شنو عند هذا كتاب ال edition مالته الأول ال reference مالته إنه أنشأ يعني صدره بال 1923 أنطى reference حتى يميز ويصنف البكتيريا. Classification initially based on. فإذا التصنيف مالته شنو كان؟ التصنيف هذا مالته القديم فكان مبني على من على شكل الخلايا التصبيغات مالتها الأيض والبايوكيمستري أو السيريولوجي هو الكيمياء الحيوية أو صفاتها السيريولوجية أو للأمصال علم الأمصال مالتها يعني تعاملها ويا المصل فإلى آخره من الصفات. لكن صار عندنا دخل هسه المولكيولار بيولوجي بدا شرح يسوي شوي دخلت عندنا الدي ان اي والار ان اي والسيكونس تتابع البروتينات. هنا صارت الدراسة مال الريليشن شيب مالتهم التطورية اكثر تعمق وصار عندنا بدخول هذا العلم الجديد. السبيشيز فيرسس سترين يعني هسه السبيشيز شنو عكس السترين مثل ما قلنا هناك specific or identified type of organism defined by similarities تشابه within non species. اذا هي فد نوع من الكائنات الحيه معرفه او محدده بيناتهم تشابهات. السترين genetic variation within species صار اكو فرد اختلاف بسيط يعني شافوا على سبيل المثال في يعني المولكيولار بيولوجي او اعتماد على الدي ان اي سيكونس او تتابع الدي ان اي القواعد النيتروجينيه الموجوده به شافوا باختلاف بهاي التتابعات فسووا طلعوا سلاله لوحدها لكن يرجع الى هذا السبيشيز. اذا السترين صار هو ضمن السبيشيز لكن تلقوا به اختلاف معين طلعوها سلاله جديده وحدها. نجي هسه النوميكيوليتشر ساينتيفيك نيم سيستميك نيم بايونيميال سيستم. فاذا على شنو التسميه النوميكيوليتشر تسميه علميه بايونوميال سيستم
نظام تسمية ثنائي اللي قلنا شنو هو الجينس زائدا السبيشيز، وقلنا القانون مالته. يعني هاي سمرايزنج لكم اللي حكيناه، انه اما نكتبه ايطاليك او اندرلاين، اما اسوي الاسم مائل او اسوي جواه خط. اسم الجينس ممكن انه ارفعه واكتب ابريفيشن فد مختصر اليه، انه مثلا قلنا الحرف الاول من عنده وكابيتال. سبيشيز نيم از نيفر ابريفيت، يعني انه الجينس ممكن هسه باسيلس سبتلس، باسيلس ممكن انا اختصرتها بالبي دوت وكابيتال، لكن سبتلس مستحيل اشيلها واكتب فقط اس. هنا النوميكولاتشر كومن اون ديسكريبتيف نيم، نعطيكم امثله على الاسماء. فالاسم العام احنا او الكومن نيم، تريبل نيمز، ممكن تريبل نيمز ممكن نسموه مثلا تيوبركلوس باسيلس، لكن اسمها العلمي هو مايكوبكتيريوم تروبركلوسس منينجوكوكس، هي نايسيريا منينجيتايتس. وعندنا ستريبتو جروب اي، ستريبتو كوكس، ستريبتو كوكس بايوجينز. فهذه امثله على التسميه. فاذا اذا اقول لك give me example of the common name او travel name او descriptive name، تنطيني واحد من هذه الامثله and supported with the scientific name. هذا السؤال عندكم، انه انطيني اسم من هذن الوصفي او العام او سميه تريفل، تنطيني واحد ودعمه supported by، دعمه الي بالمايكروب بالساينتفك نيم اللي هو على هذا اي واحد من عندهم تحفظون هاي الثلاث امثله وتعطوني من عندها. ممكن اقول لك اعطيني اسم واحد، اسمين، اعطيني ثلاث اسماء.